فاليوم الموضوع كنت بتكلم عن أسئلتكم المتكررة، لأن أحس إن في أسئلة متكررة تطلع وأنا قاعدة أمشي بالمواضيع على قدام وقاعدة أتطور في الموضوع، على أساس إن أنتوا شاهدتوا حلقات قديمة وخلص اقتنعتوا بالمواضيع القديمة اللي أنا تكلمت عنها، وبعدين أمشي وأتقدم 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 في المواضيع وأكتشف إن في ناس، أو يمكن متابعين جدد، في ناس للحين ما لحقوا بالأشياء القديمة أو للحين ما اقتنع 100% بالمواضيع اللي هي أساسية، فيتكرر السؤال وتتكرر التعليقات وبعدين فلان يجاوب فلان ومو دائما تكون الإجابة صح. فبغيت أرجع على بعض من أسئلتكم المتكررة، وهذا طبعا تنفع الجميع حتى أذكر نفسي فيها. يعني السؤال الأول اللي يتكرر كثير مؤخرا خاصة، سوري شباب بس بسكر تعليقات عشان أقدر أركز. فالسؤال الأول اللي يتكرر كثير هو أن إذا أنا ما باكل ألبان، ما بشرب حليب، ما باكل جبن، ما باكل زبادي روب كذا، شنو بقالي من الأكل أكله؟ وهذا السؤال جاوبت عليه أنا من زمان، وفي موجودة حتى حلقة بدائل الألبان وحلقة مضار الألبان تكلمت عنها من قبل. ولكن واحدة أمس ما أدري أول أمس حطت لي في البوست إنه يعني أنت كل حلقاتك الخلاصتها إن تفادوا الألبان. فالمشكلة إن هاي صح، المشكلة إن أنت صح، المشكلة إن كله دائما ألف ودور وأرجع على تفادي الألبان، لأن أنت قلنا حساسية نرجع على الألبان، إن قلنا مخاط نرجع على الألبان، إن قلنا عن مشاكل البشرة وحب الشباب نرجع على الألبان، إن قلنا عن الكرش والسمنة نرجع على الألبان، إن قلنا على مشاكل المفاصل كلها ترجعنا إلى الألبان. فأنا عادة نظرياتي في التغذية، ما أدري إذا هذه سمع واضح ولا لا، عادة نظرياتي في التغذية فيها شوي مجال للاختيار، يعني كذي أقول هذا كان رأيي والقرار قراركم، لأن أنت تقدر تسمع وتقدر تقرر بروحك وتقدر تروح يمين ويسار. ولكن أحس أن في موضوع الألبان خاصة صعب جدا أن ألقى مبرر أن الشخص يواصل عليها صراحة. يعني تزيد المخاط، تزيد الالتهابات، تسوي احتقان في الجيوب، تسبب مشاكل في البشرة، مشاكل في الرئة، إذا واحد في كحة تزيد، إذا في أكزيما بتزيد، إذا في ربو بيزيد. فالسؤال هو ليش بتواصل على الألبان، الجبن والحليب وكذا؟ والإجابة هي عادة، يعني اليوم قاعد أفكر في الإجابة، يعني الإجابة هي عادة أن أنت، يعني أن أنت مدمن ففعلا تحتاج هذا الشيء، ويمكن أنت أقنعت روحك أن أنت مدمن وأن أنت تحتاج، أو أن أنت المعلومة ما وصلتك كفاية. وهذا يمكن يكون تقصير مني أنا، لذلك بغيت أطرح الموضوع اليوم على السريع. هذا واحد من الأسئلة، بطرح أسئلة غيرها. فإذا ما عندك كفاية علم بهذا الموضوع، معناته أن أنت تشعر، ما زلت تشعر أن ما عندك بدائل لهذه الألبان إذا وقفتها. فلذلك تسأل إن مثلا إذا أنا وقفت الألبان شنو باكل؟ أنا حياتي كلها جبن مثلا، ولا حياتي كلها حليب، ولا أحلى شيء عندي الحليب، ولا قالوا لي أحتاج حليب ولا كذا، ماذا أكل؟ أو ماذا شنو أكل على الفطور، شنو أكل على الغداء، شنو أكل على العشاء إذا ما عندي ألبان؟ والإجابة جدا بسيطة. اليوم مع الوعي الزايد الحمد لله الحمد لله، يعني أول ما بديت أتكلم عن الموضوع كان يعني يصير هجوم وتصير قصص فاليوم تروح السوبر ماركت عندك خيارات، تدخل انستغرام تشوف خيارات، بس الحليب مثلا كحليب عندك حليب الشوفان، عندك حليب اللوز، عندك حليب جوز الهند، عندك حليب المكسرات الثانية، حليب الكازو مثلا، أنواع حليب كثيرة. أنا ما أفضل الصويا على فكرة، لأن الصويا أكثر حبوب الصويا معدلة وراثيا، والصويا أيضا ممكن تلعب بالهرمونات، فأنا ما أفضلها. ولكن حتى لو ما بتختار صويا بكل سهولة تسويه في البيت، حتى أنا مسويته على يوتيوب، بس الحين في مليون حليب اللوز، قصدي يعني مليون قناة مسوية حليب اللوز ولا حليب جوز الهند، بكل سهولة تسويه في البيت. وحتى اللي عندهم حساسيات مكسرات حليب جوز الهند بكل سهولة تسوونه، وجوز الهند مليان يعني في اللولو ولا هالسوبر ماركتس اللي فيها المنتوجات الهندية مثلا، تاخذ لك جوز هند مبشور وتخلطه وتحطه مع ماي وتشخله كل سهولة. فأحس أن العذر اليوم حق اللي يشتري حليب يعني هو مدمن، ومع أنه ما أحس أن أحد ما يقدر يطلع منه دعوة، مو إدمان يعني مخدرات يعني،
أو كسل. يصير يكون كسل، وشفت إنه هو كسل. يعني في بعض الناس صعب عليه التغيير لأن عنده تمسك بعادات قديمة، وتمسك يعني أنه عاطفي. يعني مثلا يمكن أو الحليب يذكرني بأمي، ولا يذكرني بريوقنا أول يوم كنا صغار، ولا الجيمر، ولا القشطة، ولا اللبنة، ولا الكذا. أو إنه كسل، ما اشتهي أروح أدور، وما اشتهي أقضي 5 دقائق أسوي حليب لوز مثلا بدال، ولا أعلم الشغالة في البيت تسوي حليب اللوز. تعرفون إن إذا تبونه يصير ويصير. في بعض الأشخاص يقولون لي تمللنا من البدائل، تمللنا من الحمص مثلا، لأن أنا كلها أقول عن الحمص أنه هو بديل ممتاز للأجبان. فإذا بتاخذ بديل للأجبان ممكن حمص، ممكن متبل، ممكن الطحينة، ممكن فول، ممكن نخي اللي هو البليلة اللي هو الحمص الكامل، يعني باجلة، ممكن أفوكادو مهروس، ممكن زيتون مهروس. هذه كلها خلطات أنا سويت عنها حلقات من قبل في يوتيوب. فبعدين أستغرب لما يقولون لي تمللنا من البدائل. شلون تمللتي من البدائل وانت كنت تحطين لبنة كل يوم؟ كانت خياراتك لبنة وجبن كل يوم، ليش ما تمللتي منها قبل لا تتمللين من البدائل؟ فاحنا لما نقول ان تمللنا من البدائل، اولا ما نظرنا كفاية او بعمق للبدائل فعلا، نظن ان بس الجبن مال الحمص بس، كل الخيارات اللي قلت لكم اياها توني. او ان احنا ناسين ان اصلا احنا ما كانت عندنا بدائل. انت اذا حياتك مبنية على الجبن والحليب ما كانت عندك خيارات اصلا، انت اصلا كنتي محكورة في خيار خيارين. فليش الحين يوم جيتي بتحاولين الى الشيء الصحي صرتي تحتاجين 20 من انواع البدائل؟ هذا اللي استغرب منه صراحة يعني. فأحس إن هي أسئلة تعجيزية عشان هي تقنع روحها، أو هو طبعا يقنع روحها إن خلاص أنا حاولت وما قدرت، حاولت وتمللت لأن ما في وايد خيارات، وحاولت وما قدرت فرجع. إذا ما تعرفون المشاكل اللي ممكن أن تسببها المشتقات الألبان، رجاء بس رجعوا إلى حلقة مضار الألبان وتشوفوها. أنا ما يهمني أنت بتتوقف ما بتتوقف، بالنسبة لي أنا حياتي ماشية، ولكن عشانكم أنا شخصيا حياتي تغيرت بعد ما وقفته. سؤال يتعلق يمكن الحين يدور في مخكم، من وين أحصل كالسيوم؟ تحصل كالسيوم من المكان نفسه اللي الحيوانات النباتية كلها تحصل كالسيوم منه. الغوريلا ما يشرب حليب، ولا يشرب حليب من البقرة. البقرة نفسها اللي هي كلها عظام وكلها مبنية على كالسيوم ما تشرب حليب، لا حليبها ولا حليب غيرها. حيوانات كثيرة ما تشرب حليب أحد ثاني بعد سن الطفولة طبعا، وعندها عظام أكبر مني ومنك. من وين يحصلونها الحيوانات؟ من الحشيش، من الأشياء الخضراء، من الزرع اللي يأكلونه. فأي شيء أخضر، السلطات، البربير، الجرجير، البقدونس، الكزبرة، كلهم مليانين كالسيوم، وكلهم مليانين حتى فيهم مغنيسيوم، يعني اللي هي الخلطة الأفضل، لأن المغنيسيوم نحتاجه عشان يدخل الكالسيوم في العظام. فاليوم عندنا ناس عندهم كالسيوم كثير ولكن ما عندهم كفاية مغنيسيوم عشان يدخل الكالسيوم في العظام، فهذه سبب لنا مشاكل. الشيء الثاني هو أن احنا ننسى أن أيضا الحمضية الألبان، لأن الألبان مطعم، ما قاعد أتكلم عن طعم، قاعد أتكلم عن تأثيرها على الدم. مشتقات الألبان بعد ما ناخذها نستهلكها وتنهضم، تأثيرها على الدم حمضي، فممكن أن هي تؤدي إلى ميولة الدم إلى الحالة الحمضية. لما يكون الدم حمضي يخرج كالسيوم زيادة من العظام، فأنت مو بس قاعد تشرب حليب على أساس تأخذ كالسيوم، أنت قاعد تشرب حليب وهالحليب تأثير على الدم حمضي بيطلع لك زيادة كالسيوم، بيخرب عليك يعني زيادة. مو بأنه بس ما بيعطيك كفاية كالسيوم لأن ما في كفاية مغنيسيوم معه عشان يقدر يدخل، والمسببات الأخرى أيضا كلها، ولكن هو سيخرج الكالسيوم من العظام لأنه هو أدى إلى حمضية الدم اللي تحتاج كالسيوم عشان تتعادل، فبيطلع كالسيوم من العظام مرة ثانية وبيخرب عليك القصة أكثر. في كثير من الدراسات تشير إلى أن البلدان اللي فيها
استهلاك الحليب اكثر عندها هشاشه عظام اكثر. سويت انا حلقه عن هشاشه العظام ايضا، تكلمت فيها عن هالموضوع من فتره، تشوفوها على يوتيوب بس عشان تكتمل عندكم المعلومه. ففي الواقع عندك خيارات كثيره، عندك خيارات كثيره. يعني اليوم حتى اذا بتسوي صلصه الكريمه مثلا، خلينا نقول بتسوي باستا وبتسوي مكرونه مثلا وبتسوي معاها صوص وتبي يكون كريمي صوص، يصير تحط كازو معه تخلطه في الخلاطه ويصير كاشو كريم. هذه بكل سهوله، كريمه جوز الهند بكل سهوله تصير. فما عندكم خيارات، ما عندكم قصدي اعذار، في خيارات كثيره وما عندكم اعذار. السؤال الثاني اللي يتكرر كثير هو ان يقولون لي مثلا ان انا قاعد احاول اني اتبنى النظام النباتي البحت ولكن مو قادر. ناس على اساس ان هي قاعده تحاول بس ما تقدر. فسؤالي الاول لكم هو ليش انت تبي تتبنى النظام النباتي؟ يعني يمكن هذه الاجابه يمكن ما ادري، يعني يمكن ما تتوقعها من هذا البث، يعني يمكن ما تتوقعها من الكلام اللي انا بقوله، لان كثيرين يظنون ان انا عندي نظريه ان النظام النباتي البحت هي الطريقه الوحيده، ان هذا النظام هو الطريقه الوحيده اللي انت تقدر توصل فيها للصحه. وبخبركم ان هذا غير صحيح. انا لا اعتقد ان الكل يناسبه النظام النباتي، اوكي؟ مو الكل، وفي ناس ما يناسبهم هذا النظام النباتي، في امراض ما يناسبها النظام النباتي البحت. ولكن هل اظن ان الاغلبيه ترتاح اكثر جسديا مع النظام النباتي البحت؟ نعم. هل اظن ان البيئه تحتاج اليوم ان ناس اكثر تتحول الى النظام النباتي البحت؟ نعم. من ناحية الغابات اللي قاعدة تتقصص بشكل يومي عشان تصير في مزارع عشان يزرعون فيها أكل وعلف للحيوانات، المواشي اللي بيذبحونها بعدين عشان تتاكلها، في غابات كل ثانية قاعدة تتقصص مساحات كبيرة من الغابات عشان تجارة المواشي تقدر تواصل. هل أعتقد أن رأفة بالحيوان المفروض ان الواحد عارف ان الحين بتقوم القيامه وتحطون لي كومنتس واشياء، بس هذه نظريتي انا وهذه منظوري انا للحياه. هل اعتقد ان رأفة بالحيوان ممكن ان انا اكل وجبه بدون ما يموت فيها حيوان؟ نعم، هاي بالنسبه لي انا. فالعالم يحتاج، البيئه اليوم تحتاج، لان احنا وصلنا في استهلاك اللحوم واستهلاك المواد الحيوانيه لدرجه جدا بعيدة جدا مسخناها، يعني درجة ان في ناس في 3 وجبات في يومهم فيها اشياء حيوانية. الصبح مثلا جبن ولا روب ولا لبنة ولا كذا، الظهر بياكل دجاجة، في الليل بياكل لحم، بيحط كريم، بيحط كذا. فانت بس تابع يومك روتينك وتشوف ايش كثر منه فيه حيواني. هل هذا ينطبق على الجميع؟ لا. هل ممكن ان انت تجرب رحمة بالكرة الأرضية بس فترة بسيطة أنك تكون نباتي؟ نعم. هل ممكن أن أنت تستمع لجسدك وتقرر على أساسها أنا إيش كثر باكل من الأكلات الحيوانية وإيش كثر ما باكل؟ ليش لا؟ يعني فالحين أحس صاير في الناس صاروا مستقطبين، يعني صار أنه يا أن أنت فيجن وخلاص أنه لازم تكون نباتي بحت، يا أنت في فريقي يا أنت ضدي. ويا أن هذين اللي ما زالوا متمسكين باللحوم وبالأجبان وكذا يقول لك أنت متطرف وأنت مسختها وأنت الحين يعني شلون طلعتوا لنا هذه النظريات الحين مرة واحدة، العالم من زمان تأكل لحم وشلون الحين صار مضر وشلون كذا وكذا. فصار في هذا الاستقطاب. فأنا ودي أن الواحد بس نجتمع في مكان في الوسط، لأن أنا ما أحب لما يكون لما يصير فيجنزم، لما يصير إزم في الأخير يصير كأنها الحركة النباتية، فلما تصير هي حركة يصير فيها تعصب شوي، وأنا ما أحب التعصب في أي اتجاه. ولكن أنا أدعوكم اليوم إلى أن أنت تستمع لجسدك، تستمع لجسدك شنو يقولك، تستمع لأعراضك شنو تقولك. فلما تكون أنت على اتصال مع جسدك ومع أعراضك يمكن تكتشف أن الأكلات الحيوانية زايدة عن حدها قاعدة تضايقك، فممكن ان انت
توافق انك تجرب حتى فتره بسيطه. فانك تقول لي مثلا ان انا قاعده احاول ان احول الى نظام نباتي بحت ولكن مو قادر، ولا كان انت قاعد تقصب روحك بس لان فلان قال ولا فلان سوى ولا هالمشهور الفلاني اعلن ولا هال الانستغرام بوست قال. نعم صحيح في معلومات كثيره على فائده النظام النباتي اليوم، بس اذا انت تدخل فيه لانه هو موضه، اولا ما بتتم عليه، ثانيا انت مو عارف اصلا انت ليش دخلت. فاحنا مو بس مع الخيل يا شقره يعني، بس مو بس يعني حي الله بس لانه صارت موضه وصار في اكل نباتي كثير وصار في مطاعم نباتيه كثير بس انا دخلت. انت فكر في جسمك، انت فكر في القرار اللي انت بتتخذه. هل ممكن ان مثلا انت اليوم تاكل لحم 7 مرات في الاسبوع، لحم او دجاج او سمك او اللي هو، هل ممكن ان انت تقلل الى مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع؟ حتى تقليلك بيساعد جسدك بريحة اذا كان هذا شيء مناسب له، وبيساعد البيئة وبيساعد الحيوانات وبيساعد الغابات وبيساعد هذا كله، لان حتى الغازات اللي تطلعها هذه الحيوانات تأثر على التلوث وتأثر على الاوزون وتأثر على اشياء كثيرة. فانا اليوم ودي اني اقلل من حدة الحركة النباتية، ودي اني ما اسميها حتى حركة. لذلك الكثير اليوم يلجؤون لكلمة plant based بدل vegan، لأن صار في الفيجن شوي ضغط، صاروا الفيجنز يضغطون على النون فيجنز وصار يصير في سب وأنت تقتل وأنت تسوي وأنت كذا. فأنا اليوم بس قاعد أقول لك إن إحنا كناس نحتاج إن نبدأ نستمع لداخلنا لأنفسنا. جسمك شنو قاعد يطلب؟ وشون تعرف إن جسمك شنو قاعد يطلب؟ إنه هو أنت لما تأكله هل أنت مرتاح جسدياً؟ هل هضمك مرتاح؟ هل أعراضك تحسنت بعد ما أكلته ولا زادت؟ بس إن أنا أكله بس لأن أنا ضد الحركة النباتية وبواصل أكل لحم لأن عندي عناد ولأنه هو حلال ولأن كذا، وبعدين أقعد على الكرسي ما قادر أتحرك ووقف لي الأكل على كبدي ما قاعد ينهضم وما ما نتعاند يعني. فأنت قرر هل يناسبك ولا لا، وبناء على أعراضك تقرر، وبعدين مو بس تشوف أعراضك بعدين تشوف نفسيتك أيضا هل أنت مرتاح. فإذا أنت تبي أنك تأكل لحم، روح أيضا وشاهد الطريقة التي ينتج فيها هذا اللحم اللي تأكله، أو حتى الحليب أو حتى الأجبان، عشان نكون نصفين يعني، عشان أنت تكون عارف شنو داخل في جسمك. إذا أنت مرتاح من هالعملية كلها، معلي ممكن تكمل ولا ممكن تقلل ولا ممكن كذا، بس أغلب الناس ما يعرفون هذه الـ كلها. هي يعني صناعة المواشي بسميها، هي مو بصناعة يعني يصنعون، بس قصدي هي كإندستري فيها الكثير من العنف إلى الحيوانات. حتى لما يطلعون حليب ويراونك في الدعاية إن البقرة تتمشى في المزارع وترعى من الحشيش الطبيعي، روحوا شوفوا المصانع عشان شكلها الأبقار يحطون عليهم أجهزة ويصير فيهم التهابات ويصير فيهم صديد ويطلع دم في الحليب وبعدين يبسترونه يعني في نسبة من الصديد مسموح فيها في الحليب، FDA approved نسبة منها. فإذا أنت مصر وأنت بتواصل عشان بس أنت تكون مقتنع من قرارك، أنت روح تشوف ماذا يحدث، افتح عيونك ابحث. حتى اليوم يعني جوجل ما يقصر، يوتيوب ما يقصر، افتح عيونك وقرر إذا أنت تريد أن تكون جزء من هذا الشيء. وأنا ما أقول لك هذه الجملة عشان ضميرك ينبك عشان تتوقف، ولكن يجب أن نكون أشخاص واعين في هذا المجتمع. فإحنا نعرف قراراتنا بالضبط قاعدة تأثر على مين وقاعدة تأثر على شنو. بعدين إذا للحين أنت مقتنع بقرارك كمل، ولكن لا تتخذون قرارات مو لأن أنا قلت ولا لأن أحد ثاني قال. أنت بروحك مقتنع، شفت كل اللي قاعد يصير، هل أنت راضي عن هذا كله؟ إذا نكمل. إذا أنت مو راضي لا على صحتك ولا على اللي قاعد يصير، إذا كن شخص فعال، كن فرد فعال في المجتمع وابدأ أحدث التغيير. ما بنقدر نتغير كذي وما بنقدر نواصل كذي، هذه المشكلة. ما في كفاية أرض في الكرة الأرضية عشان نواصل إنتاجية اللحوم وتربية المواشي اللي نحتاجها مع درجة ازدياد استهلاك اللحوم اليوم. ما في كفاية أرض، ما في كفاية ماي، عندنا مشكلة ماي، حتى استهلاك الماي اللي تحتاجه هذه الصناعة كثير جداً.
في اكثر من فيلم وثائقي ذكرته انا في الماضي، بس واحد منهم اسمه كاوسبيرسي، اذا ما شفتوه تشوفوا يعني تشوفوا بس عن كميه الماء اللي يحتاجه انتاج حتى برجر واحد اللي انت بتاكله. ف ما ادري، احس لازم يزيد الوعي شوي. وما انت ما بتكون موجود اليوم معي على البث الحي الا معناته وعيك اصلا زايد، فمستعد ان تتعلم معلومات اكثر. السؤال الثالث اللي يتكرر هو انه هل المفروض ان انا اتحول الى النظام النباتي الني الرو فود؟ لان الكثير من اللي يصيرون فيجن او يصير نباتي بحت بالاحرى يكون عنده معلومات ايضا عن الرو فود. الرو فود هي حركه نباتيه ايضا، ولكن تعتمد على الاكل الني فقط، فالخضروات والفواكه وهذه اللي تاكلها ما تكون مطبوخه، على اساس ان الطبخ يزيل كميه من الفيتامينات اللي فيها والانزيمات اللي فيها، فما يعرضونها للحراره، او اذا بيعرضونها للحراره يعرضونها الى التجفيف فقط الديهايدريتينج اللي هي حراره جدا بسيطه، بس عشان كفايه عشان تجفف، بس مو ما تكون الحراره عاليه بما فيه الكفايه عشان تقتل اي من الانزيمات او الفيتامينات او كذا. المشكله ان الكثير اليوم يظن ان الحركه النباتيه النيه هي اعلى شيء، يعني هو الشيء اللي المفروض ان انا اصبو اليه، او المفروض ان انا يكون هدفي في الحياه ان انا اتحول اول شيء الى النباتيه، وتكلمنا عن هالموضوع الحين، ولكن ان انا هدفي المستقبلي ان انا حتى اكل رو فود. وهذا خطا، هذا الاعتقاد خاطئ، لان الرو فود جدا جميل على فوائد الكثيره، فيه فيتامينات مركزه ومعادن مركزه، وبالعكس يعطي الجسم فوائد كثيرة، وفي عصائر وفي كذا، ولكن لا ينفع الجميع. في الواقع في الكثير من الناس منهم أنا اللي ما تناسبهم الحركة النباتية النية أو النظام النباتي الني الرو فود، لأنه يكون في بطء أو مشكلة في الجهاز الهضمي اللي ما تسمح، لأن إذا بتاكل شيء ني تحتاج وايد أنزيمات أكثر، تحتاج أنه يكون جهازك الهضمي قوي ويكون فيه حرارة كافية عشان يقدر يشتغل. فأنت قاعد تأكل أكل بارد، يعني إذا بنحطه في، إذا بنقرر إذا هو بارد ولا حار من منظور الطب الصيني مثلا، هل هو يين فود ولا يانغ فود، هو يعتبر أكل بارد، والأكل البارد هو اللي يحتاج حرارة لكي يهضم، ما يعطيك هو حرارة، هو ما بمطبوخ ولا. فمو كل الأشخاص ومو كل الأجهزة الهضمية ومو كل أنواع الجسدية للناس تسمح لهم أن يأكلون رو فود. فبتحطك شوية رو فود في أكلك، أكل ني، بتضيفه مثلا سلطات أصلا هي نية، العصير الأخضر مثلا ني، نعم، ولكن إن هل أن يكون أنا هدفي أن أتحول إلى النظام النباتي الني؟ صعب، صعب، مو بس لأن قصدي أنه ما نقدر، صعب، هو صعب أصلا، يعني صعب أن الناس يطبقونه بشكل متواصل، ولكن قصدي صعب بعض الأوقات على الجسم أن يتعامل معه، لأن صار لنا أجيال إحنا نطبخ. الإنسان لما اكتشف النار واكتشف شلون يطبخ صار لنا أجيال نطبخ، فصعب الحين نرجع على الني كأن إحنا بس عندنا فواكه وخضروات. يعني أنا أحس شخصيا أحس أن الجهاز الهضمي للإنسان غير مهيئ لأكل غير مطبوخ بتاتا، يمكن مهيئ للمطبوخ والني مع بعض، نعم، ولكن غير مهيئ لأنه يكون ني تماما. وفي أشخاص اللي عندهم مثلا مشاكل قولون، ولا عندهم مشاكل معدة، ولا عندهم ارتجاع في المريء ولا كذا، هذا الأشخاص اللي خاصة لازم يتحملون أنه يكون أكلهم مطبوخ، لأن لما تطبخ أنت الأكل يصير كأنك أنت أعطيتها درجة أولى من الهضم، يعني أعطيتها درجة معينة من الهضم، كأنك هضمتها قبل لا تأكله وبعدين جسمك يقدر يهضمها. ففي أشخاص اللي يحتاجون أنهم يكون عشاهم شوربة مطبوخة ببطء فيها خضروات وفيها كذا تغذيهم، ولكن تكون كأنها ممضوغة عنهم، كأنها مطبوخة عنهم شوية، عشان بس جهازهم الهضمي يقدر يستحملها. فمو الكل يقدر يستحمل حتى العصير الأخضر، في الواقع في بعض الأشخاص ما يقدرون يستحملونه، فممكن أن نقول أن نعوضهم بشوربات خضار مثلا.
ولكن ممكن ان انت مع الوقت تقوي جهازك الهضمي، وبعدين لما يصير مستعد. انا في وايد اشياء كنت ما اقدر اكلها بتاتا اول، ولكن الحين قويت جهاز الهضمي بما فيه الكفايه عشان اقدر ان احصل لي ان اكل لي هالسلطات ولا اكل لي هالعصائر الخضراء وكذا. وفي بعض الاكلات النيه اللي هي تحرر الجسم، تحرره قصدي ان تزيد حرارته يعني، او تدفي الجسم، مثل الزنجبيل مثلا، الجنجر. فذاك اليوم قاعده اسولف مع هاي الطبيب الصيني، فقاعد يقول ان قاعده اسولف معاه، نسيت اساله عن الكركم بعد، بس كنت اسولف معاه عن، تعرفون انا شلون افصفص في خاصه الطب البديل يعني. بس كان يقول لي ان الزنجبيل خاصه لعلاقه بالمعده، لعلاقه بتدفئه المعده، ولانه هو اكل ومو من الاعشاب، فما في من ضرر كثر ما يعني بعض الاعشاب ممكن انها تضر، لانها تصير كانها دواء يعني، فممكن مثل ما هي تفيد ممكن انها هي تضر. ولكن الزنجبيل لان هم يعتبرونه من الاكل مو من الاعشاب، فيحرر يدفي قصدي المعده، ويساعد في الناس اللي عندهم بروده في المعده. الناس اللي عندهم بروده في المعده هم اللي عندهم خمول، اللي عندهم ارتجاع، اللي عندهم تعب جسدي، اللي يقولون عصبي، هذه في بروده في المعده، ما في كفايه حراره او نار عشان تعطيك هذه النار اللي تعطيك الحياه، او تعطيك نار كفايه عشان تهضم اكلك. فهو كان يقول لي عن الزنجبيل، طبعا معروف ان الزنجبيل حار يعني يدفي الجسم، بس كان يقول لي قصدي انه من منظورهم خاصه الزنجبيل مع المعده. فكنت اقول لنا يعني زين، والقرفه حتى الدارسين مثلا، القرفه ايضا فيها حراره لما نطبخها، فيها كأن سبايس شوي، مع ان فيها حلاوه ايضا، ولكن ذي. قال لا، القرفه مخصوص حق الكلى مو للمعده. فالقرفه حتى اذا احنا بناخذها وبنشربها وبتدفي المعده، تاثير حرارتها بيكون على الكلى. شوفوا شلون يعني العلم واسع، ويعني وانا قاريه الاولي والتالي، وللحين ما زلت اتعلم. فشلون ان القرفه تصلح حق الشخص اللي عنده بروده في الكلى، واذا عندك ما عندك مشكله في الكلى، اذا الكلى عندك فيها السالب والموجب اوكي، يعني البروده والحراره اوكي متوازنين، اذا تاخذ قرفه ممكن انك تزيد الحراره، وهذا ممكن ياثر على النوم في الليل. ممكن انك انت تزيد عنصر النار في الكلى، وهذا ممكن انه يزيد الحراره في الجسم عامه يعني، خاصه في الكلى، وياثر على النوم، يسبب ارق ويسبب مشاكل. فلازم اليوم اساله عن الكركم، لان اقول له الاسم هذه وما يعرفه، فلازم اطلع له الصوره والترجمه وما ادري شنو. فحلو ان احنا عندنا بهارات وعندنا اعشاب، بس مو كل شيء يصلح حق كل من. وحتى في الاكل في الطبيعه في فواكه وفي خضروات وفي، بس مو كل شيء يصلح حق كل من، ومو كل طريقه طبخ تصلح حق كل من، ومو كل نظام غذائي يصلح حق كل من. فانا رد وعيد واقول يعني، انتم تحبون، ما بقول انتم ما ادري عنكم، بس يعني عامه الناس يحبون ان يجيهم واحد مختص يقول لهم الف باء تاء، سمعوا كلامي، انا افهم منكم، الف باء تاء، ترى ها لا تغير لا تسوي. فيتضايقون لما انا اقول لهم ما اعرف، في نظريه تقول لك الف، في نظريه تقول لك باء، في نظريه تقول لك تاء. انا انصحك ان انت تفهم جسدك اكثر، وعلى اساس هالنظريات تشوف شنو يناسبك اكثر ولا لا. ففي ناس هذا الكلام يضايقهم، يحسوا ان لا انت مفروض انت تقولين لنا، وانت من النوع اللي وتلفين وتدورين على الموضوع. لا، لان في الواقع ما في شيء واضح، ما في شيء واضح. انا اقول لكم انا للحين قاعده اتعلم، ما في شيء واضح لهالدرجة ان انا بقدر بقول لك خلاص انا اجزم لك ان هذا الشيء اللي بتاكله بينفعك. انا اشياء كنت اكلها قبل سنتين كانت تنفعني، الحين اكلها احس ما تفيد. في اشياء كانت تضرني ذاك الوقت الحين اكلها احس، حتى انا في جسدي نفسه، لان انا صار لي سنين قاعدة افهم جسدي، حتى انا مع هالجسد نفسه اللي ما تغير، قاعدة تصير تغييرات مع العمر، مع الوقت، مع القلق، مع البيئة، مع القمر، ما أدري يعني، في أشياء وايد قاعدة تتغير. فأنا متمسكة بنظريتي إن هذا رأيي والقرار قراركم. فعلا خلي القرار يكون قراركم عشان أنت تفهم جسدك وعلى أساسه تقرر.
ولكن لما تقرر ايضا حاول انك تقرر لنفسك وتقرر للبيئه وتقرر للكره الارضيه وتقرر للمخلوقات الاخرى، لان الكل يحتاجك حاليا. فشكرا لكم متابعتكم. عارف ان انتم لما تحضرون اللايف معناته ان انتم فعلا مهتمين في هذا الموضوع، او ممكن لان بس تبون تكتبون لي شيء سلبي بعدين في التعليقات بعد اوكي بعد اسبوع. واحثكم على ان تبحثوا في موضوع الصحة اللي لا علاقة فيكم. يعني في بعض الأشياء في بعض الحلقات اللي أنا أسويها يمكن تتحس إن لا كلش لا أنا ضد هالفكرة، وبعد كلش عادي في بعض المعلومات بتنطبق عليك وبعضها لا. ولكن في الأخير ممتنة لوجودكم وأشكركم، وحطوا لي تعليقكم على آخر بوست أو إذا شفتوا هالحلقة على يوتيوب لأنها بتنزل على يوتيوب أيضا، حطوا لي في التعليق أحب أقرأ أسئلتكم أو تعليقاتكم عامة. شنو تجربتكم مع النظام النباتي؟ هل تشعر ان في عليك ضغط انك انت تصير نباتي؟ هل تشعر ان في ناس تطلق عليك احكام لما تشوفك انت في الخارج وتاكل لحم وانت للحين ما اقتنعت انك لازم تتوقف عن اللحم، ولا ما بتقتنع وهذا القرار راجع لك طبعا؟ هل تشعر ان الحركة النباتية اليوم صايرة شوي فيها استقطاب وفيها شوي تهجم؟ وايضا عطنا الحلول، يعني كيف ترى الاستمرارية إلى الأمام؟ شلون نقدر نتقدم مع بعض كمجتمع وكناس تبي تنفع بعض؟ شلون نقدر نتقدم بدون ما أحد يحس إنه هو هذا قاعد يحكم علي، ولا هذا قاعد يتنمر علي، ولا هذا كذا؟ وشلون أقدر أنتفع من فلان مع إنه هو نظرياته مو دائما أوافق عليها؟ وايد أسئلة سألتكم، بس حطوا لي في التعليقات رأيكم، ودي أسمع منكم. شكرا لكم.